النظم الإيكولوجية الأرضية وإدارة الغابات على نحو المستدام ومكافحة التصحر ووقف التنوع البيولوجي وعدة أهداف أخرى لضمان استمرارية والعيش الكريم للأجيال المستقبل القادمة. كما نعلم أن الدولة تشتغل على رهانات استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمغرب والتي تنسجم مع توصيات المؤسسات الدولية التي قطعت أشواط في هذا المجال بهدف دعم هذه التوصيات بالنموذج التنموي الجديد والذي تشتغل عليه الدولة. أيضا المرجع العالمي لخطة 2030 كيف قلت في شهر 2 هذا اللقاء الذي يعنى بالتنمية المستدامة، هذا اليوم الدراسي الذي مدته 3 أيام وامتداده من مدينة العرائش إلى حدود مدينة قصر الكبير تحت عنوان العرائش المؤهلات والعراقيل، والذي تنظمه الجمعيتين جمعية منتدى البيئة والسينما والمسرح والذي يترأسها الأستاذ مصطفى الجنوني وجمعية منارة القصر الكبير للتنمية والتي تترأسها الأستاذة إيمان جبالي والتي تتفضل مشكورة لإلقاء الكلمة.